الفل معاكم محمد يونس، فيديو جديد، حلقه جديده طبعا بالتاكيد يا جماعه. هنتكلم عن الوضع والاحداث اللي دايره في الشارع المصري، هنتكلم على تصريحات كابتن سعد حفيظ المثيره للجدل، وهنتكلم كمان على طبعا الصفقتين القويين جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وكمان كابتن محمد رمضان وتصريحاته، وطبعا الامور الخاصه بالبلان الجديد بالنسبه للنادي الاهلي، مكافاه ماليه كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي من طبعا في حاله فوزهم بالسوبر المصري. كابتن محمد رمضان طبعا الراجل واتفق مع كابتن محمد الخطيب على منسق اعلامي ومتحدث رسمي للنادي الاهلي بدلا منه، عشان ما حصلش ستريس وضغط عليه من ناحيه الوضع ومن ناحيه التفكير. كابتن زكريا نصف طبعا كلف باداره صفقتين النادي الاهلي القادمين. كمان هنتكلم على حاجه مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك، وطبعا تفاوض مع لعيب كبير، لعيب سوبر، لعيب متميز جدا جدا، قرب جدا من نادي الزمالك. هنتكلم على العرض السعودي كمان بالنسبه لجوزيه جوميز. دي اخبارنا، تعالى بقى نحللها ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالى نتكلم بالنسبه لكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ مع ابراهيم فايق طلع واتكلم ورد على محمد عبد المنصف، قال له الاسد اللي انت بتقول بياكل كل حاجه، الاسد ده ما كانش غير وجبه واحده اللي هي بطوله واحده، واحنا خدنا كل البطولات. بالنسبه لي النادي الاهلي متعود دايما دايما بيكسب بطوله واثنين وثلاثه، ما بيعملش اي وضع اعلامي او شو اعلامي. نادي الزمالك من ساعه ما كسب السوبر لغايه دلوقتي تقريبا 24 ساعه، في ال 24 ساعه احتفالات وتصريحات وكلام كتير جدا ملوش يعني اي داعي. النادي الاهلي دايما في حاله ثبات، النادي الاهلي لما بيكسب بطوله بيقفل ومن تاني يوم بيفكر في البطوله اللي بعدها. عايز اقول لكابتن سعد حفيظ يعني خليك في ورقتك يا كابتن سيد، انت نجم كبير جدا وكنت طبعا مدير كوره كبير جدا. كابتن محمود الخطيب امر طبعا برحيلك لبعض الاسباب الخاصه اللي اتكلمنا فيها بقالنا سنه واربع شهور. القصه ماشيه في ايه؟ القصه ماشيه ان كل واحد يخليه في ناديه. نادي الزمالك شايف نفسه ان هو اكبر قلعه رياضيه، شايف نفسه الاسد. دي تصريحات كلام مش عليه جمرك، او انت ما تقدرش تحاسبني على كلام ما اسئتش فيه للنادي الاهلي الكبير العظيم. النادي الاهلي بالارقام بالبطولات هو الافضل والاقدر والاحسن، ده حاجه لا غبار عليها. انا كزملكاوي بعترف ان نادي الزمالك، النادي الاهلي اقوى بكتير من ناحيه التاريخ، اقوى بكتير من ناحيه البطولات ومن ناحيه الوضع التسويقي، وده بالارقام. دي حاجه. الحاجه الثانيه ما تحجرش عليا ان انا اقول رايي، ما تحجرش عليا ان انا اقول انا اكبر نادي او اقوى نادي، انا حر في تصريحاتي طالما ما بسيئش للنادي الاهلي. لما قال ان النادي الاهلي فوق الجميع محدش طلع اتكلم، كان ده سلوجن ماشي على كل طبعا صحف النادي الاهلي وصفحات النادي الاهلي وطبعا فروع النادي الاهلي الرياضيه والاجتماعيه. طيب عايز اتكلم كمان في حاجه مهمه جدا. كابتن محمد رمضان اتكلم مع كابتن بيبو وقال محتاجين منسق اعلامي ومتحدث رسمي باسم النادي الاهلي. ليه؟ كابتن محمد رمضان مش عايز يظهر كتير في البرامج، كابتن محمد رمضان مش عايز يكون ليه تواجد في الوضع الاعلامي عشان يبقى مركز تركيز تام وكامل وشامل بالنسبه لوضعه كراجل طبعا مدير رياضي للنادي الاهلي. مدير رياضي ده يا جماعه في اوروبا مفيش حاجه اسمها مدير كوره، مفيش حاجه اسمها مدير كوره، في حاجه اسمها مدير رياضي للفرقه او مدير رياضي للتيم، هو اللي بيرقص يعني، هو من الاخر تحت رئيس النادي بالنسبه لشؤون الكره وادارتها. طيب بالنسبه للصفقات، النادي الاهلي بيخلص في المنودي ومصطفى زيكو، الاثنين لعيبه جامدين جدا، بس نادي زد بقى بسلامته طالب كام؟ 100 مليون جنيه، يعني 2 مليون و2 من 10 مليون دولار. 2 مليون و2 من 10 دولار. رقم كبير جدا. 100 مليون جنيه في اثنين لعيبه كويسين. تخيل معايا ان زد جايب زيكو من حرس الحدود ب 3 مليون جنيه. 3 مليون، وجايب بنودي من الداخليه ب 4 مليون جنيه، يعني بتتكلم اللعيبه كلها اللي صرفت على نادي زد من 10 15 مليون برواتبهم. انت عايزهم تبيعهم ب 100 مليون جنيه، والاكثر من كل ده عايز اثنين اعاره من النادي الاهلي. طيب نطلع من القصه دي او الاثنين لعيبه المميزين، وانا شايف النادي الاهلي مش هيخلص ايه. انا شايف ان النادي الاهلي كولر مش مقتنع بالاثنين كلعيبه تيجي بالارقام دي او كتلعيبه هتلعب اساسي. زيكو مش هيلعب على الشحات، زيكو مش هيلعب على اسامه ابو علي، زيكو مش هيلعب على بيرسي تاو، ولا هيلعب على رضا سليم، ولا هيلعب على طاهر محمد طاهر، ولا هيلعب على كهربا. فانت كده كده الخمسه دول اساسيين، فزيكو مش هيبقى له دور، فالافضل النادي الاهلي ما يجيبوش. دي حاجه. الحاجه اللي عايز اتكلم فيها كمان ومهمه جدا جدا جدا، تخيل معايا النادي الاهلي يوم 12 نوفمبر
في مباراة ودية مع نادي أهلي جد هياخد كام بقى؟ مباراة ودية الاعتزال حد كبير وحد مميز جدا، أنا مش متذكر اسمه أوي، 2 مليون دولار في مباراة. 2 مليون دولار في مباراة، تخيل معايا 2 مليون دولار في مباراة. ده حاجة. الحاجة التانية، أحمد عبد القادر نادي قطر القطري بيبعت فاكس رسمي للنادي الأهلي عشان يخلص صفقة أحمد عبد القادر ب 2 مليون و500 ألف دولار. انت بتتكلم في 120 مليون جنيه في احمد عبد القادر، ده رقم مميز جدا. ده امام عاشور بجلاله قادر والنادي الاهلي جايبه ب 3 مليون دولار. حمدي فتحي كان مكسر الدنيا اساس في المنتخب اتباع ب 3 مليون دولار، ف2.5 مليون دولار رقم كبير. النادي الاهلي ممكن يخلص الصفقه على 3 مليون دولار والنادي القطري مش هيبقى عنده اي مشكله. عبد القادر كمان بياخد مليون و500 الف دولار، كان بياخد في النادي الاهلي 8 مليون جنيه، انت بتتخيل معايا بياخد دلوقتي 75 مليون جنيه، يعني 10 اضعاف اللي كان بياخده. فارقام مميزه جدا لعبد القادر، لعيب يستاهل، لعيب كبير، لعيب مميز، وعامل بصراحه عظمه مع نادي قطر القطري في جراءه، في جهد، في مجهود مبذول متميز جدا من احمد عبد القادر. فهو لعيب من اللعيبه المتميزه جدا جدا جدا. فكل التوفيق ان شاء الله لاحمد عبد القادر، كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لنادي الزمالك، واحلى مسا لكل الجمهورين. السلام عليكم.